ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من البصرة الخبير البحري ضجر مرزوق. أهلا بك سيد مرزوق. يعني إيران تنشئ منصات وعوامات في مياه شط العرب، وكما ينقل خبراء ومسؤولون بالتأكيد، يعني حدثنا ماذا يجري تحديدا في شواطئ البصرة؟ نعم، أهلا بكم وبمتابعيكم الكرام. ابتداء الاخوان اللي اتكلموا بالتقرير اللي يتقدم كلام كلش صحيح ودقيق لما وصف في مجرى شط العرب. وكما تعلمون ترك شط العرب اثر الحرب العراقيه الايرانيه في سنه 1980، ولحد هذه الساعه لم تجري أي عمليات كري ولا إدامة للمجرى المائي المهم بالنسبة للبحرية والبصرة والعراق. ولا ننسى تأثير ميناء المعقل أيام السبعينات، في منتصف السبعينات، حيث كان هو الأول عالميا. الأمر اللي دعا إيران أن تنشط عملياتها حقيقة لأن غابت عندنا الملاحة، وغاب حتى التواجد العسكري بالمنطقة لانشغال العراق بحروب متسلسلة تقريبا لأربعين سنة سابقة، وترك الشط للعوامل الطبيعية بالإضافة إلى الغوارق التي ملأت الشط من المعقل وحتى المصب في رأس البيشي. والسفينة العنترة الرافعة التي أغرقت في 1996 كانت هي متجهة أو هي تبحر في القناة، ليست خط التالوك وإنما القناة الجديدة التي حفرها التيار وأغرقت. ومع ذلك إيران تجاوزت عليها، ليس في هذه الأيام وإنما تجاوزت من عشر سنوات سابقة، رفعت عليها العلم الإيراني وأقامت عليها نقطة حراسة عسكرية. والآن تطور الأمر بحيث ثبتت دعامات كونكريتية تمهيدا لجعلها قد تكون فنار أو تكون نقطة متقدمة بايلوت ستيشن في المنطقة. وليست هو هذا التعدي الوحيد، وإنما أيضا هناك نقطة للبايلوت ستيشن على مقربة من ميناء العموية بمسافة السكيورتي زون الثانية بمسافة 3 ميل، أيضا على الحافة تماما هناك البايلوت ستيشن الإيراني اللي يستقبل البواخر الداخلة إلى شط العرب. نعم نعم سيد مرزوق، يعني دعنا نعرج على ما يحدث في شواطئ البصرة التي لا تهدأ منذ شهور. يعني مشانق لمهندسي كوريا، ألغام بحرية على سفن نفطية، تسليب زوارق عراقية حكومية، والحبل على الجرار كما تعلم. ما هي خيارات العراق فنيا وحتى سياديا؟ نعم، التواجد هو الخيار الوحيد، التواجد البحري بالمنطقة وشغل المنطقة بتواجد بحري كثيف ابتداء من النشاطات التجارية المينائية والنفطية والصيد، وتواجد أيضا لقيادة القوة البحرية وخفر السواحل، وحتى إذا كان هناك استكشافات أو لنشاطات علوم البحار وأخرى. هذه تجبر الطرفين المجاورين. من ناحية تواجد خفر السواحل سيد مرزوق، كما تابعت معنا، يعني قيادة حرس الحدود في مسؤولية خفر السواحل العراقية نفت يعني أن مسؤوليتها عن التجاوزات التي حدثت، التجاوزات الإيرانية التي حدثت في المنطقة المذكورة. نعم نعم، كلام جميل صحيح، لأنه كما تعلمين حرس الحدود وقيادة القوى البحرية لا تتحرك باجتهادها الشخصي، وإنما حسب أوامر واتفاقات لدول الجوار، وبالتأكيد هناك مساحات محددة تسمح لهم بالتحرك. المسألة تحتاج إلى مركزية قرار من القيادة العليا العراقية، بحيث هي من تحدد وهي من توجه.
حتى لا تكون هناك تجاوزات على مياهنا الإقليمية إن كانت في الشرق أو في الغرب. طيب إلى أي مدى يمكن يعني أن يشكل استمرار الانجراف على حساب الشواطئ العراقية خطرا على مصير المياه العراقية في منطقة دلتا شط العرب؟ نعم، الحقيقة يعني لو اتبعنا التاريخ في بداية القرن العشرين كانت القناة الملاحية المدخل شط العرب داخل خور موسى عفوا بإزاحة مقدارها 4 كيلومتر، وبعد الاتفاقية ل75 اتقهقرت إلى 2 كيلومتر، والآن أيضا 2 كيلومتر، والعملية كل ما هنالك تركت إلى التيارات المدرية اللي هي متكررة باليوم مرتين مد ومرتين جزر، والتيار يكون عالي فيصحب تحرك للغريان أو الأطيان اللي هي تعتبر خفيفة طبعا نوعا ما، ونتيجة حركة دوران الكرة الأرضية وتأثيراتها نشوف الهدم يكون بالجانب العراقي والبناء بالجانب الإيراني. نعم. هذا الكلام اللي هو تركز عليه القيادات الإيرانية وأنه تحتج على العراق بأن مجرى شط العرب تغير طبيعي وليس تغير اصطناعي بتدخل إيراني أو عراقي. نعم الخبير البحري ضجر مرزوق كنت معنا من البصرة، شكرا جزيلا لك.